موعدنا مكمل معكم أعزائي المشاهدين، وضيفتنا بالفقرة الأولى الناشطة الحقوقية والصحفية نهيلة سلامة. أهلا وسهلا فيك، صباح صباح النور ينعاد عليك أولا بداية. وينعاد عليكي وينعاد على كل شكرا. الأمهات اللي بدنا نقول بهيدا البلد اللي قوانينه بمكان جاحفي جدا بحق النساء وبحق الأطفال، فينعاد على كل أم فعليا عم بتعاني من هيدا السيستم، إذا بدنا نقول الظالم بحق كل إنسان وبحق الأمومة نفسها. نعم، اليوم نهلة بدنا نحكي أكيد عن صعوبات الأمومة بلبنان. يعني في نقاط كثيرة بهذا الموضوع، جربت قد ما في أكيد تكون أسئلتنا هيك محددة عن نعم بعض النقاط الأهم. ما في أهم، يعني هم بالنهاية كلهم مهمين، ولكن اللي قادرين نحكي ونضوي عليهم بحلقتنا اليوم، وإن شاء الله أكيد يكون في عنا لقاء معك إن آخر شاء الله نبقى منضوي على إن الأمور شاء الله البقية. أكيد. إذا بدنا نحكي هيك شوي عن مجتمعاتنا العربية، يلي بتعتبر أكيد من ضمنها لبنان، تعتبر إنه العناية بالأولاد وتربيتهم والسهر عليهم حتى أثناء المرض، يعني هذه كلها من واجبات الأم، وبالحجة دايما بتكون جاهزة، هيدا أداركم كنساء، هيدي الجملة دايما بتنقلنا منذ بدء البشرية، الولادة والعناية، فلما التذمر؟ ولعل يمكن أكثر من روج لهالفكرة هي يمكن الأديان، يمكن الفلاسفة، حتى ابتداء من عصر التنوير وصولا لكتاب مشهورين، ورح أذكر حدا منهم جون جاك روسو وغيره كتير أكيد. تعظيم فكرة الأمومة وإطفاء طابع القداسة على تربية الأجيال يمكن فتح الباب على مصراعيه لتسمين دور الأم ومراقبته من قبل الجميع، وحتى لومه في حال صار في أي خلل بصحة الولد أو بالتربية. دايما اللوم صح، يقع على المرأة 100%، وليس على الرجل، وكأن الرجل غائب، من هو شريك بالتربية ولا شريك بيمكن الانتباه على أولاده ومساعدتهم على أنه يصبحوا الشخصيات هيك راقية وكمان المفكرة وهيك كلها ثقافة. إذا بدنا نحكي هيك شوي عن توزيع الأدوار الجندرية والمساواة يمكن بالواجبات تجاه الأولاد عم بين الرجل والمرأة بمجتمعاتنا العربية، تحديدا كمان بلبنان، قديه نحن بعاد عن هيدي المساواة صح. بتحمل الواجبات. وكمان حابة تضوي على فكرة مثل ما ذكرت عن فكرة تعظيم الأمومة صحيح. وقديش بتأثر سلبا على الأم. بالنسبة لموضوع التعظيم، أول شيء النساء منهم سوبر هيرو، يعني هيدي لازم نحن أول قاعدة بحياة الأم. الأم هي منا سوبر وومن، الأم هي كائن إنسان نعم عنده حقوقه وعليه واجبات، هيدي بالأول. طريقة تربيتنا نحن نشأت على أنه الأم هي قديسة، الأم هي اللي بتعمل كل شيء، الأم هي أساس المنزل، أساس هي التربية، نعم وهيدا الدور العظيم اللي انعطى للأم، حملها الذنب، حملها مسؤولية كتير كبيرة، حملها شيء على عاتقه. مش كل الأشخاص هن مؤهلين لأنهم يحملوا هيدا اللقب، نعم بالآخر كل إنسان عنده قدرة وكل إنسان عنده طاقة. تقديس للإنسان، للإنسان أو تقديس الإنسان للأم هو أكبر من الحقيقة، لأنه الأم هي إنسان بالآخر وهي عندها طاقة ممكن تكون كتير ناجحة بالمجتمع وتقدر فعليا إنها تعطي، وممكن بمكان آخر تقدر ما تقدر تعطي هذا الشيء. فإذا نعم ليه بدي أحطها بقالب هو مش حقيقي؟ وبالنسبة للأدوار، الرجل كما المرأة، التربية هي بالتوازن، ولكن بما أنه المجتمع رمى كل شيء على كاهل المرأة، فهون صارت هي إذا في حال راحت يمكن تساوي شعراتها عند الحلاق، صار تركتي ولادك ودايرة على حالك. بحسسوها بالذنب انه صح، انت تركتي فهيدا ولادك الذنب، وبالك بحالك. صح، لأنه هيدا الذنب هو أول شيء نحط للمرأة لحتى تقدر تضلها قدام ولادها، بدليل أنه المرأة لما تظهر من بيتها يطبق عليها جميع القوانين والأعراف خارج هذا المنزل، فطالما هي بقلب المنزل بصير هي القديسة وهي الصابرة، حتى لو كانت عم تتعنف، ولو كانت عم تتعرض لأبشع المعاملة، ولو كانت هي بمحل يمكن عندها أولاد وما عارفة كيف بدها تربيهم، فإذا هي تقدس من قبل المجتمع. ولكن بالمقابل لما تظهر من هيدا البيت صارت تطبق عليها
الأعراف والقوانين وتشويه السمعة وكتير أشياء نحن بنشوفها اجتماعيا وعم تعاني منها كتير نساء بالمجتمع. فإذا القصة بترجع من التربية، لما نربي إنه الولد بيتحمل مسؤولية مثل الإمرأة، فإذا أمومتنا بتصير أسهل، وبصير المجتمع يتعامل مع الأم ككائن عندها واجبات والرجل عنده واجبات، وبيلتقوا بمطرح واحد. نعم، حتى نحن لما نشوف انه حتى الاعلام عم بيلعب دور سلبي بهذا الموضوع، انه عم ببين الامومه المثاليه. حتى اذا بنروح كمان على مجال التجاره، حتى بالكتب اذا بدنا نحكي نعم طبعا التجاريه، كل كتب موجهه للامراه للام، طبعا انه بس التربيه على عاتق الام ما كانه على عاتق الرجل، كل الكتب موجهه للمراه. طبعا، لأنه هي دايما لازم تكون تحت السيطرة. طالما هي أم، طالما هي ما إذا بدنا نقول متصلة بهول الأطفال، متصلة بالعادات والتقاليد، متصلة بمنظومة ذكورية منذ القدم مش من هلأ، نعم فإذا هي تحت السيطرة. إذا صارت هي بالمساواة أو صارت بمطرح إن هي عم تتقاسم المهام بينها وبين الرجل، فإذا هون إذا بدنا نقول قد تتحرر، وهون المجتمع لا يقبل المرأة أن تتحرر من هذه المسؤولية لتوقع أيضا على عاتق الرجل. هون بدي أنا لا خليها مضغوطة، خليها بمحل عم تتحمل هالمسؤولية، وإذا أخلت بهيدا الاتفاق أنا بعرف كيف أجلدها كتير منيح. هيدي هو الريفرنس إذا بدنا نقول الاجتماعي للمرأة. لهيك منلاقي دايما لحتى تقدر تضلها صابرة، الإعلام بيضغط والكتب بتضغط وكل الحكايات تصب بحنان الأم وقوتها وصبرها، لأنه أنا بدي أخليها بهالمطرح وبدي أحسسها بأنه هيدا هو مطرحها فقط لا غير. لهيك بكل البطارح أنه الأم التي تخرج من المنزل هي كسرت هيدي الصورة وكسرت هيدا العرف، فإذا هي بطلت أم مثالية. نعم. إذا بدنا نحكي عن صعوبة الأمومة ونبلش نحكي عنها، يمكن ناهلة بتبلش حتى بمراحل الحمل، إذا فينا نقول نعم. مراحل الحمل الأولى، وصولا أكيد للولادة، خاصة الأم التي تعمل. كثيرا ما بنسمع إنه يتم معاقبة هذه المرأة بسبب حملها وولادتها بفسخ يمكن عقد عملها. طبعا مش بس بلبنان، أكيد بكل عالمنا العربي اللي احنا عم ندور على لبنان. ولكن أنا من فترة قريت هيك على موقع شريكة، ولكن بخبر كيف انه بعض النساء خسروا وظائفهم بسبب امومتهم، طبعا ولا بل هيك في قول هيك حطوه ذكروه بهذا التقرير عن احد اصحاب العمل، بيقول لو كنت عارف قبل التوظيف اني حامل لكنت رفضت ان اوظفها. صح لهالدرجه نعم يعني اصحاب العمل عم بجربوا قد ما فيهم يبعدوا المرأة عن هذا عن المجال. كمان إذا بدنا ناخذ مش بس بفترة الحمل ناهلة، كمان الولادة، وصولا للولادة أكيد، إجازة الأمومة بلبنان يلي هي بس 70 يوم. هون إذا بدنا نجمع هول الشغلتين، وحتى بمحاولة تشريع صارت بال 2014، محاولة بالأحرى مش تشريع، محاولة تمديد إجازة الأمومة، في أحد النواب وقتها بيقول انه في اعتبارات اقتصاديه انتبهوا لها، والا ما بدكم حدا بقى يوظف امراه. يعني انا عم جرب هيك حط هالنقاط كلها، واذا بدنا نجمعهم ونفكر من وقت الصعوبه، من وقت الولاده، من وقت الحمل الاولى وصولا للولاده، هل عم بيتم استبعاد المراه الام، هل تحديدا هل عم بيتم استبعادها عن مجال العمل؟ انت برايك نرجع لنفس المفهوم، بما انه هو مجتمع غير مؤهل لقبول الأم والأم العاملة، نعم. أعطاها دور واحد، فإذا هون رح يرجع يقول أنه أنت كيف بدك تلحقي على بيتك وعلى شغلك، كيف بدك تكوني انفاعلة بالمجتمع وبنفس الوقت عندك أطفال بدك تهتمي فيهم. بعده بيرجع بيحصرها بهيدا الدور، أنت أم فإذا أنت انلغيتي من الحياة، أنت حياتك كلها لأولادك، أنت ما بقى عندك حياة خارج هيدا المنزل. إذا قررت تظهر لهون فإذا دائما بده يتهمها أنها عم تقصر، فكيف بيقدر يضغط عليها أنه يطفشها؟ بمعنى ما عندها فرص كثيرة، أو حتى إجازات أمومة بتكون صغيرة، حتى إذا ابنها مرض ما حتقدر تترك الشغل لأنه حيخصم عليها، وهي ممكن تكون كثير بحاجة لهيدا المعاش أو هيدا المردود. فإذا بمكان ما عندما لا يعترف المجتمع بقدرة الأم كما قدرة الأب بالتوازن بين بيته وبين عمله، فإذا هون بنرجع بنفوت بنفس الإشكالية، إنه
المجتمع محدد دور المرأة في الأمومة والأطفال والمدرسة والاعتناء بالمنزل، وخلى الرجل برا هو عم يشتغل عم بجيب مصاري. تخيلي، هو كأنه بمحل شيء اقتصادي، هالقد عطاها هيدا الدور واجا عطاها للمرأة التربية. ما قدر يوزع بشكل متوازن انه الرجل عليه دور التربية كما الامرأة، فإذا ممكن يتقاسموا الأدوار، ممكن يتناوبوا عليها، وممكن هي المرأة في أوقات الشغل، لأنه ممكن اثنيناتهم يكونوا عايزين شغل ويمكن ما يكونوا عايزين شغل، والمرأة هي إنسانة فاعلة بالمجتمع وهي لها دور وحابة أن تكون عم بتساهم بتطوير المجتمع، وبنفس الوقت هي حابة تمارس أمومتها. أنا ما في إمناع عن ولا وحدة منهم، أنا في إلا أنه أنا بتقاسم الأدوار. وهلأ صار في كتير بدائل كمان ممكن أنها تستعين فيها النساء والرجل لحد ما يخلصوا موضوع شغلهم ويوصلوا على البيت. يعني ما كتير يصعبوها كمان أصحاب العمل بأنه إذا امرأة متزوجة لا ما بدي إياها، لا ما هي بكرة ممكن تحبل، ممكن بدها تخلف وبدها تعطل، وهون عم تعطل مصلحة الشغل، شغل المؤسسة. نعم 100%. فإذا نحن وين عايشين؟ نحن مش كمبيوتر بالآخر، هيدي دورة حياة كاملة بدها تبلش من نساء ورجال، وفيها أدوار متقاسمة، وفيها بنفس الوقت كمان رحمة بدها تكون عند أصحاب العمل، مش بس إنه أنا بدي أوظف هيدي السيدة ولا لحتى تخدمني 20 سنة وممنوع تعمل أي شيء تاني. كمان أنا هون جيت عم بحصرها بدور عملي ممنوع تكون أم، فإذا أين العدالة هون؟ هيدا السؤال. نعم. فبما أنه ما في قانون هون، كيف فينا نجيب العدالة؟ بالقانون، بالقانون وبالتربية، بتغيير المنظومة، بأنه أنا لما بدي أجي أحصر دور النساء بأدوار محددة ممنوع تعمل شيء تاني، مين قال؟ مين قال أنه الأم ما بتقدر تشتغل، ما بتقدر تكون فاعلة بالمجتمع وبنفس الوقت بتقدر تكون عندها عمل كتير منيح؟ مين قال ما بتقدر تعملهم كلهم هول؟ ولكن بالقوانين هلا ما عم نقدر نوصل لمحل، يعني لأنه ما عم نطالب بشكل جيد، لأنه دايما في مع وفي ضد، في تقصير بمحلات أو ما عم نعرف الخريطة، وبنفس الوقت في تعطيل. ما تنسي انه نحن دولة معطلة ودولة منهارة، يعني بالاخر القانون بيوصل على مجلس النواب ممكن يقعد سنين، يعني لأقروا قانون عنف الأسري قديه كم سنة ضل عم يطالب فيه. فلازم نحن ما نزهق إذا بدك، يعني لازم كل التحركات النسائية وحقوق النساء دايما نطالب ونضل نحن حتى كناشطات أو كصحفيات أو كأشخاص فاعلين بالمجتمع دايما نطالب بحقوق النساء وبالمساواة وبالعدالة. أقله نشتغل على قصة التوعية والوعي لدى المجتمع. يمكن من أصعب القصص اللي عم بتضل النساء تحكي عنها هالقضية اللي كلنا من دايما منتابعها ومنحكي عنها ومنشارك فيها، هي لما الأم تنحرم من أطفالها، وهي أصعب شيء، أصعب شعور يمكن بتمرق فيه الامرأة أو أي إنسان، أنه ينحرم من جزء من حياته. وهيدي يمكن حبينا نضوي عليها، انا حبيت بسؤالي من ضمن اكيد صعوبات الامومه بلبنان، لما المحاكم الروحيه بتحرم الام من اولادها وخاصه يوم بعيد الام، حابه نهي لضوي انا وياك على هذا الموضوع اذا في امكانيه. هنا لا القوانين ساعدت ولا كمان يمكن كل هالحركه النسائيه اللي عم تجرب انه تغير عم بتفيد، ولا الاعلام عم بيقدر يغير. طيب كيف يعني فينا نطلع، كيف فينا نقدر نقيم هذا التاثير، اذا بدنا نقول تاثير المحاكم الروحيه تحديدا اللي بقرارات عم بتكون مشحفه انطلاقا اكيد من القوانين المشحفه الموجوده اللي هي اذا فينا نقول المعنف الاكبر للمراه اكثر من المجتمع، لانه هي اصلا صوره المجتمع لكن هي المعنف الاساسي للمراه وخاصه الام. كيف فينا نقدر نطلع من هال رح نرجع نحط شوي رح نرجع شوي نحط نضوي على نفس النقطة. بما أنه دور النساء محصور بصورة معينة وبدهم إياها تضل بنفس هيدا المطرح، فقانون الحضانة لن يتغير حاليا، لأنه نحن بمنظومة للأسف سلطة الرجل معطاة دون حق، يعني عاطينه سلطة مش لأنه هو كفؤ ومش لأنه هو بيستاهل هيدا الشيء، ولكن لأنه هو بيعتبر حاله هو الأقوى. وما أنه هو الأقوى فمين ماسك المحاكم الروحية؟ الرجل. نعم. وليس النساء.
ما لهم اي دور، بس بيروحوا بيطالبوا بينادوا. امهات محرومين من اولادهم لسنين، امهات رحلوا عن الدنيا ما شايفين اولادهم، ما اخذوا حقهم. امهات لهلا اليوم عم بيعايدوا هن بمنطقه، اولادهم بمنطقه ثانيه. الاصعب من هيك بعد الامهات اللي انحرموا من امومتهم لانهم لاختلاف العقيده مش الدين، العقيده. يعني ممكن حدا يكون يمين وحدا يكون يسار. حرمت المحكمه الام بنتها بسبب اختلاف العقيده. لهون وصلنا، لهون هالقد. الحل بهيدا البلد هو قانون الأحوال الشخصية فقط، هو الوحيد اللي بحل أزمة الحضانة بلبنان. لأنه إذا المجتمع ظالم، إذا بعض الأشخاص عم بيكونوا بلا أخلاق وعم بيستندوا بهيدا القانون لحتى يمارسوا قلة أخلاقهم، يعني بمكان ما أوقات نحن منقول الشرع هو عطى الحق للرجل لأخذ الأولاد بعمر صغير من الأم، ولكن أوقات كمان في رجال لازم يكون عندهم أخلاق. أنا مش بجي إذا قانون سمح لي بمحل أنه أنا مارس هيدا الظلم، إجي أنا مارسه على أولادي وعلى إنسانة شاركتني حياة. هيدي أولا. هذا لازم يفكر بمصلحة الأولاد وين؟ مصلحة الأطفال أولا. نعم. الحروب تنحط على جنب بموضوع الحضانة. أنا بدي أفكر بمصلحة الطفل. وين مصلحة الطفل؟ يكون مع أمه ومع بيه، بين اثنين يتقسم ايام. اذا انا القانون عطيني الحق انه انا اخذ طفل من امه، فبقوم انا بنفذ هذا. طب وين ضمير؟ وين الاخلاق؟ وين الدين اذا انتم عم تتبعوا الطوائف؟ فاذا هون الموضوع هو بيرجع على شغلتين، الرادع الاخلاقي والقوانين، وقوانين تكون عادله بحق الام والاب، واهم هو مصلحه الطفل. نعم. ناهلة، يمكن مرق الوقت كتير بسرعة، بس في سؤال بدي مرقه وهو كتير ضروري وأساسي وحب نضوي عليه قبل ما نختم لقائنا اللي عن جد مرق بسرعة ما حسيت أبدا بالوقت. ماذا عن الأمهات العازبات؟ وهن أكيد أمهات في منهم منهم متزوجات، وفي منهم أمهات يمكن انفصلوا عن أزواجهم وهن عم بيوفروا أكيد العناية لأطفالهم وحدهم طوعا أو قسرا. هل الأمومة العزباء أمر مستحيل بلبنان؟ إذا بدنا نقول على الإنسان اللي منفصلة، يعني اللي عندها أطفال عم تهتم فيهم من بعد طلاق أو من بعد وفاة الزوج، مستحيلة؟ لا، موجودة كتير. نعم. موجودة بشكل يمكن أوقات نساء بتحكي أوقات ما بتحكي. مرجع نفس الدور اللي كانت عم بتمارسه بحياتها الزوجية، أخذت هول الأطفال وقعدت معهم لحالها. كتير صعب أنك تكوني أم عزباء بهيك بلد، لأنه بصير أصلا يمكن بترتاح بجانب معين من عنف، من ظلم معين، من إساءة، وأخذت هول الأطفال وقررت أنها هي تربيهم. بتشوف الصعوبات اللي ممكن أنها تواجهها ماديا اجتماعيا، قدي بدها تكون هي حريصة. يعني إذا بدنا نقول ضرب 10 من لما كانت ببيت الزوجي، لأنه طبعا في مجتمع بيطلع فيها على أنها امرأة مطلقة، بيطلع فيها على أنها هي عم تربي أولادها وعايشة لحالها. نعم. بيطلع هي فرصة للاستغلال. في كتير أبعاد لا موضوع الأم العزباء، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب، لأنه هي بدها تكفل بالمدارس وبدها تكفل بالأكل وبالشرب وبالأجار وبكل هيدا المحمل. فإذا هون شلناها، لأنه الرجل هون ببعض المحلات قد لا يكون مسؤول عن العائلة وبيتركها لمصيرها. قررتي أنت تربي الأولاد، فإذا تحملي كل الأشياء، كل التبعات، كل التبعات هيدا القرار. فإذا هون شو جينا عملنا؟ عندها حل من اثنين. يا أما بدها تشتغل 24 ساعة كرمال تلحق لهيدي العائلة، ويمكن هون تقدر تكفي هيدا الشيء ويمكن تقصر بمحلات، يا أما بدها تركن للبي. وجا هون بلشنا جلد فيها، مجي من إلا أنت تركتي أولادك ورحتي درتي على حالك ورحتي، ولكن هي قد لا تكون ماكنة اقتصاديا لحتى تعمل هيدا الشيء. نعم. فوضع الأم العزباء هو كتير دقيق وكتير صعب، ولكن ليس مستحيلا. في عن جد نساء قدروا تخطوا هيدي القصة بمراحل وقدروا ربوا أولادهم وكبرون، وأنا عن جد يعني بقول هون بكل فخر أنه هولي نساء كتير قويات.
عن جد أنا بوافق الرأي أكيد. بعد في نقطة بدي أحكيها كمان عن موضوع الأمهات اللي هن العازبات مش العازبات، لا هن المتزوجات والموجودين ضمن أسرة فيها عنف وفيها ظلم ومضطرين أنه يكونوا موجودين بقلب هيدا البيت فقط كي لا يخسروا أطفالهم أو لأنه ما عندهم ملاجئ تاني. أنا هون بالنسبة لي أكثر قصص بتقهرني وقت بتوصل لعندي أو وقت بنكون عم نكتب عنا هيدي القصة، أنه ما عندهم حلول لا قانونية ولا حلول حضانه. فانا بالنسبه لي هو السجن الاكبر هيدا الشيء، لهن هون ساعتها بقول عنهم المجتمع الصابرات واللي صبروا على الوجع واللي صبروا على الظلم كرمال اطفال. هؤلاء النساء هن يمكن الاقوى لانه الاقوى، بس قد بس عايشين تبعات باصعب ظروف طبعا، وصامدين بس ما بس ننسى رغم ارادتهم صامدين. انه هيدا الوضع ادى الى جرائم نعم عده. يعني في كتير نساء سمعنا عنها كثير. نعم بالإعلام قتلنا كرمال هيدا السكوت. السكوت للأسف. بدي أشكرك وأنا ناهلة كمان شكرا، سلامة الصحفية والناشطة الحقوقية لحضورك معنا اليوم شكرا كتير لإلك، بنهار عيد الأم بهالمقابلة الحلوة اللي حكينا فيها عن صعوبة الأمومة بلبنان. شكرا كتير لإلك، وعن جد ينعاد عليكم، وشكرا كتير للاستضافة. ميرسي شكرا، كثير لإلك. بدي أختم الحلقة، بدي أختم المقابلة ببوست حطيتيه حضرتك على الفيسبوك. بتعرفوا قد في نساء منسيات بالبيوت وساكتين كرمال ما عندهم مطرح ولا عندهم شغل ولا يبقوا حد ولادهم؟ أصعب شيء الظلم، وهالمجتمع ظالم بشجع المرأة ما تحكي وتصبر، وبس تقول تعبت كل المجتمع بحربها. أنت أم ممنوع تتعبي، عندك ولاد، صبري، عيب تحكي بعد كل هالسنين. هيدا النوع بالتحديد يا بتندفن عن زوجها يا بيقتلها إذا تمردت، لأنه مجتمعنا عنده كل الوسائل ليحكم على المرأة إذا قررت أنها تبطل ضحية ومظلومة. بدي أوجه لهم تحية لهؤلاء النساء، وتحية لإلك ولكل الأمهات اللي عم يحضرونا اليوم بعيد الأم. أعزائي المشاهدين بدنا نتوقف مع فاصل إعلاني ونتابع حلقتنا من بعد أكيد.